اقوى ومنين حيداتو عطاها واحد النضاره واحد الملمس رطاب في وجهها. هذا حتى هو بلدنا اللي تدير التشقير. جبت لكم هذا البرودوي هذا الفرنسي اللي ما نقولوش صحي مية. هاد لي مارك هادو ديال موزيل الشعر يعني من جميع البلايص اللي كنحيدو منهم عندنا هاد الستيل هذا ولا هاد الشكل هكا هاي دومبيونس. هادو ديال ليلاج سبراي ديال الحوايج. اييه ما شاء الله هادو ما قلتي لي دايرين ضجه في المواقع التواصل. ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. وهاد لا مارك هادي مايسا فهمتي ديال باغي. بان ليا هاد الفحم ديال السنان مع حاطينه مع هنا مع معجون الاسنان. شحال تيدير هذا؟ ولا الحليب ديال سيفورا اللي معروفه لا مارك والثمن ديالها اليوم. مشكل في رجيلاتك عندك تشققات اي مشكل عندك في رجلك عندنا هذا الكريم هذا اللي كنحكوا رجلينا ونساليو وتندهنوا وتلبسوا. هادو على شكل ليفت افين فيزاج هذا ديال ليفتينغ هذا زوين الدريات البنات اللي عندهم دوبل مونطون الدقل المزدوج كتكون عندها ديك ديال الشعر انتي اباز دو كيراتين هذا كتقدروا ديروه لشعركم كيكون شويه كيكون فيه اورديناري معروف داير ضجه دابا في المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي ديال بيلينغ هذا. متابعي قناه العزمانيات كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ومحتوى جديد على القناه ديالي محتوى ان شاء الله ولا فيديو اللي ان شاء الله غادي يلقى واحد الاقبال بزاف لاننا كنا ما شاء الله تنبغيو نشريو منتوجات اكسيون اللي كنكومونديوها باش كتوصل لينا ولا كنوصيو الناس اللي على برا كيجيبوها لينا. اليوم ان شاء الله هذا المحل صغير ومطور غنلقاو فيه هاد المنتوجات هادو. عندنا حتى منتوجات سيفوغا حتى هما عندنا منتوجات ميسا يعني ما شاء الله كاين بزاف ديال لي مارك اللي حنا كنبغيوهم. كاين عطور كاين ماسكات اللي مشهورين دابا في مواقع التواصل كاين دي سبرايت اللي معروفين دابا في مواقع التواصل وكيكونوا دايرين شويه ديال الثمن. اليوم ان شاء الله في هاد المحل غادي نلقاوهم بشويه بثمن زوين بثمن مناسب ان شاء الله يعني كل ما يتعلق بالتجميل يعني مستحضرات التجميل لي ماسك لي كريم ديال تقدم السن يعني كل ما تنحتاج. محل بيلوش شوب يعني كيف ما حاطه لكم هنا في الانستغرام ديالهم كاين هاد المنتوجات. حتى شي منتوج لا ما لقيتوش تقدروا انكم توصيوه ويجيبوا لكم في اي حاجه في الكريم في شي حاجه ديال الميكاب في شي حاجه ديال الشعر. هنا غادي نشوفوا بزاف ديال كاين واحد لي مارك المانيين انا ما كنعرفهمش صراحه ولكن الاخت فوزيه هي اللي غتشرح لنا اليوم كل شيء في الفيديو. المحل اللي كيتواجد في شنو نقول لكم برنازيل يعني ملاصق مع قهوه كاتانيا. خليت لكم الطريق في اخر الفيديو. المحل اللي تيحلو طيله الاسبوع ما تيسدو حتى شي نهار تيحلو من 10:30 حتى ل 1:30 حتى ل 12:30 وكيحلو مع 2:30 بالنسبه لنا غيتحط الفيديو غادي يكونوا حالين ان شاء الله. ونبداو كاملين بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليو عندي وحنا يباركنا الله في لا فيديو ديالنا. ونبداو على بركة الله وغادي نحاول في الفيديو اليوم ان شاء الله نوريكم كاع المنتوجات اللي كاينين وكاع لي برودوي واخا انا ما عنديش فكرة نهائيا على هذا الشيء. انا ما عنديش صراحة مع المهم هاد العيبات اللي كاينين في هذا المحل ولكن غنحاول ان شاء الله نجبد لكم كاع المنتوجات اللي كاينين والاخت فوزيه تشرح لنا المنتوجات. اي برودوي بغيتوه وما كاينش دابا في الفيديو ولا ما وريناش لكم يجيبوه لكم ان شاء الله. ونبدا كي دايره لاباس عليك؟ بخير هانيه كلشي مزيان. الاخت فوزيه راها حشمان وكتقول لي كيفاش غنهضر وكيفاش غادي نقول. خليك طبيعيه انا غنسولك وان شاء الله انت جاوبيني كما قلت لك في الاول. غنبداو من هنا وغادي نمشيو وندورو ان شاء الله على المنتوجات كاملين غنبينو لهم كلشي ان شاء الله. نبداو من هاد البلاصه شنو هما هادو هادو دي سبراي دومبيونس هادو ديال ليلاج سبراي ديال الحوايج. اييه ما شاء الله هادو ما قلتي لي دايرين ضجه في المواقع التواصل. ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. وهاد لا مارك هادي مايسا فهمتي ديال باغي هادي فرنسيه 100%. عندنا فيها ثلاثة ديال العطور. عندنا فيها هاد العطر هذا وهاد الازرق وهاد الاسود هذا. شتو هادو راهم دايرين ضجه في المواقع التواصل. بالنسبه لكم نتوما شحال تدوزوهم هادو؟ كندوزوهم 150 150 درهم. عندنا هادو عاوتاني حتى هما قلتي لي حتى هما دايرين ضجه هادو ديال الجسم يعني واحد البخاخ ديال الجسم هكا كيتسمى بخاخ بخاخ الجسم والشعر والشعر حتى هو. ها انتوما
ها هو، وعندنا فيه حتى هو عطور، عندنا هاد العطر هذا نشمو مرحبا. اللي العطر اللي كيتمشى بكم بزاف مثلا في هادو على حسب ليغو. دابا ما تقدرش نقول لك دابا بحال شي على حسب ليغو ديال الناس، كل واحد والذوق ديالو. عندنا فيه فهمتي كلهم فيهم دي بارفان لي زوينين ما شاء الله، دي زودور لي زوين. هذا زوين كلهم ما شاء الله. انا غنحاول ندير لكم شمه شمه خفيفه. هذاك فاني، هذا فاني العطر ديالو. هذا صيفي شويه، ميامي في شويه صيفي. هذا خفيف ريحته خفيفه. هذا واقيلا هو هذا. هذا شحال تيمشي؟ هذوك كيمشيو 130 130 درهم. هادو تيمشيو 130، قلتي لي هادو في المواقع راه دايرين اثمنه اخرى. غالي ما شاء الله. بالنسبه للبنات الان اللي كيستعملوا هاد الار بي راهم عارفين الاثمنه ديالهم. عندنا هنا عاوتاني هاد لي كريم هادو ديال الجسم معطرين حتى هما فيكتوريا سيكريت. اييه شوفوا ما شاء الله هادو حتى هما راهم معروفين، عندنا فيهم بزاف ديال شنو كنقولوا ديال العطور. ما شطيتهم لكم هنا باش اللي مولفه كدير شي مثلا شي عطر في هادو دير له سكرين يصيفطوا لي صيفطوا لكم فين ما كنتو كتليفريو في المغرب حتى خارج كازا. بغيت نشمهم لكم البنات ولكن للاسف هكا مسدودين. وهادو الكريمات ديال الجسم يعني بحال معطرات، وعندنا لي سبراي ديالهم شفتوا هما هادو ياك شفتوا عندنا فيهم نفس بحال مثلا هذا كنظن هو هذا شتو كتاخدي سبخيت وكتاخدي الحليب ديالو. هادو كيمشيو حتى كادوات حتى هدايا هدايا العريسات مثلا ما كتعرفش منين تاخد هاد الشيء. نصحك تجي عند فوزيه ان شاء الله وتلقاي اللي بغيتي. هادو تيديرو قلتي لي 150 ياك ولهاد السبخيت ديالهم حتى هما 150 درهم. هذا كوفخي نوكس كيمشي لا مارك نوكس كيمشي بحال هكا يا كادو. فيه الزيت، فيه لو جيل دوش، فيه الكريم، وكاينين كاين كيمشي بحال هكايا. في هذا وفي هذاك الصغير حتى هو هذا الصغير ديالو فيه اربعه ديال الزيوت، وكاينين كيمشيو فهمتي هادو بوحدهم ما شاء الله. اللي بغا كياخذ هكاك داك الباك كامل، اللي ما بغاش كياخذ كل حاجه بوحدها. شفتوا ما شاء الله فحال هذا ياك هذا كيمشي فيه بحال فيه داك واحد داك لي بايات فيه داك البريون ما شاء الله. هادو كل حاجه كتمشي بالثمن ديالها. وهادو كيكونوا شنو هما دي كريم سيفورا، هادو لي كريم سيفورا يعني معروفه هاد لا مارك هادي حتى هي راها متوفره. بالنسبه للاثمنه هادو دايرين 100 درهم هادو هاد كريم سيفورا دايرين 100 درهم. وهادو هنا كل حاجه والثمن ديالها يعني هادشي راه متوفر في المحل. كملوا نيت وغادي نجيو لهاد البلاصه هادي. هذا شنو هما هادو لي كريم لي بارتي انتيم؟ هادو هادو دي جيل ديال لي بارتي انتيم ومعاهم لي لانجيت ديالهم ديال لي بارتي انتيم. عندنا هادو الناشفين وعندنا هذا كيكون هكا فازك ياك ما شاء الله. يعني هنا هاد لي لانجيت كيديروا 35 وهادي قلتي لي شحال تيديروا هادو؟ هادو حتى هما 35 درهم. هادو حتى هما ديال فرنسا هادو كلهم المنتوجات كلهم ما شاء الله. وعندنا فيه يعني هادو العطور هنا كيتختلف عطر عن عطر. ومنين سولتك البشره الحساسه قلتي لي هادو فعلا هما اصلا ديال البشره الحساسه. هذا المنتوج هذا شنو هو؟ هادو هذا سبراي ديال الشعر انتي اباز دو كيراتين. هذا كتقدروا ديروه لشعركم كيكون شويه كيكون فازك كتكونوا يلا غسلتوا شعركم كديروه على الشعر ديالكم. من بعد ملي كيتصاوب الشعر كيجي فهمتي كيجي الشعر ليس حيت طيب. فيه واحد النسبه ديال الكيراتين ياك اباز دو كيراتين. عندنا فيه هذا وكاين هذا ديال لالوي فيغا هو نفس ديالو. هذا العنايه بالشعر، هذا كيمنع التساقط ديال الشعر. هذا كيكون شامبو، هذا كيكون شامبوان وهذا كيكون ابخي شامبوان بخاخ ديالو حتى كنسالي ونشفو شعرنا يعني نكملو تنديرو عاد كنشفو شعرنا بشوشوار. هذا كديري هذا كتبقاي ديري هذا اونتي فهمتي اللي كيطيح ليه الشعر ضد تساقط الشعر هذا ما شاء الله. هذا الشامبوان ديالو هذا كيدير 80 والبخاخ ديالو حتى هو 80. عندنا ديال لالوي فيغا اللي هو هذا، وهذا ديال الكيراتين. نشوفوا منتوج اخر يا تبارك الله راه المنتوجات كثارين. هذا ديك هذا كريم لوريال كريم ديال الشعر لا ديال البشره ديال الوجه اونتي فاتيك كيحيد العيا وهذا وفهمتي اونتي اج. نشوفوا عن قرب عفاك هو هو هذا شمن بشره كي اي بشره حساسه مختلطه
الاستعمال ديالو واش بالليل بالنهار؟ هذا مثلا هذا بالليل كديريه بالليل يعني كتغسلي البشره يعني نقولوا حتى ينقيتي حيد داك كيعطي النضاره للبشره كيعطي النضاره للبشره كيدير 90 وفيه المغنيسيوم وفيه فيتامين سي ما شاء الله داير 90 درهم شنو اخر اللي هادو دي شامبوان هادو دي شامبوان ديال الشعر فهمتي سان سولفات الناس اللي كيديروا ليساج للشعر ديالهم هادو هما اللي الناس اللي كيديروا مثلا البروتيين الكيراتين هادو هما الشامبو اللي تيليق ليهم فيه حتى هو مثلا شنو نقولوا فيه يعني كل لون ولاش كيليق ولا كلهم نفس الشعر مثلا لا هذا بحال دابا كيعطي لك لا هذا كيغدي له كيغدي الشعر وكيعطيه وكيعاودي النضاره كيعطيه لا غير كيعاودي قاد وكيغيبا فهمتي غير كيعطيه ريباراسيون الشعر هذا الزيت ديال الشعر بديل الزيت بديل الزيت دونك هادو اللي تيمشيو شامبوان تيديروا 110 وهذاك الزيت ديالهم تيدير 50 درهم 50 درهم 50 درهم هاد المنتوج هذا حتى هو هذا صنع الماني قلتي لي هذا اللي تيجي شنو هو فوزي اختي هذا منتوج الماني فيه شامبوان فيه ابري شامبوان وهادو لي سبراي ديال الشعر هذا لو ماسك ديالو هذا لو ماسك ديالو وهذا فهمتي اباز دو كيراتين هذا فيه في واحد النسبه كبيره من الكيراتين وزوين التفقد ديال الشعر وكيعطي اللمعان للشعر الشعر الباهت والجاف قلتي لي الكليان ديالكم هذا يعني دائما كي يعني كيتقداوه الناس اللي ولفوه ديما اللي كتجي تاخذو كتبقى ديما ترجع تاخذو هذا ديما الناس كياخذو يعني كل حاجه كتمشي بالثمن ديالها ما كيكونش مثلا عطيني الاثمنه بحال الشامبوان شحال داير الشامبوان داير 80 درهم لابخي شامبوان حتى هو داير 80 درهم لي سبراي دايرين 90 لو ماسك داير 90 درهم المنتوج اللي حداهم هذا كريم ديال الشعر هذا ديميلور هذه لا مارك بيباس معروفه في فرنسا هذا فيكساتور ديال الماكياج 55 درهم داك الفيكساتور ديال الماكياج هذا الزيت ديال الشعر ما شاء الله هذا الكريم هذا كريم ديال اليدين مرطب مرطب ديال اليدين وهذاك اللي في البالبواطه شنو هما هذا فين هو هذا فيكساتور ديال المكياج هذاك هو الفيكساتور انا كنصحابتي هذا لا حتى هذا دوك جوج فيكساتور ديال المكياج ما شاء الله عندنا هنايا هادو لي ديودورون هادو تيب صغير حتى هما قلتي هادو ديال لي ساك كيجيو زوينين في لي ساك هذا صغارين هادو الدريات كاين هذا ريكسونا دوف هذا موسابون هادو كلهم راه كاينين متوفرين يعني هادو بالنسبه للناس اللي مولفين مثلا كيجيبوا لهم عائلتهم على برا دابا راهم كاينين جميع كاينه دوف كاينه نيفيا يعني كاع لي ماركت اللي معروفين راهم عندهم نكملوا واخا هنايا فحال افين معروفه في المغرب ولكن هذه ديال فرنسا هذه ماشي ديال البلاد ديال فرنسا لي كريم اللي فيها والمنتوجات اللي فيها مثلا شنو عندكم فيهم كاين هذا اكرون تانتي يعني كيكون بحال شكل فون دو تان هذه كاين كريم هذه ديال الوجه فهمتي كيهد البشره وكيهيدغاتيها نقولوا كريم مرطب كريم مرطب وهذا جل نيتوايو موس باش كنغسلوا وجهنا ديال الوجه هانتوما راه كل حاجه مكتوب فيها الثمن ليكرون 80 هاد الكريم المرطب 100 شحال هذيك 110 والجل باش كنغسل وجهنا 130 وكاين هادوك الكريمات الصغار شنو هما هذا دي بوم اليف ديال الفم ديال الفم ديال ما شاء الله دي بوم اليف هذا دي ماكيون لوسيون ديال كنحيدو به الماكياج ديال الوجه ما شاء الله هنايا شنو هاد التيب هاد الغوص حيت ما عندوش كومبالاج ديالو هذا جيل كومبالاج ديال كومبالاج ديال الوجه حتى هو افيل ما شاء الله هذا الكريم هذا الكريم هذا ديال كلارانس ليفت افيل فيزاج هذا ديال ليفتينغ هذا زوين هاد الدريات البنات اللي عندهم دوبل مونطون الدقن المزدوج الدقن المزدوج كتكون عندها ديك هنايا يعني بالسمنه كتكون اييه فهمتي كيكون اللي عنده سمنه زائده لان السمنه كتزيد كتراكم في هادي شنو الطريقه باش كيخدموا بها هادي كديريها كتابليكيها على الفيزاج ديالك وكتخدميها بشويه ديال الماساج غير بصبعك صافي كديريها فهمتي شاك جوغ في الليل نقدروا نقولوا ديروها في المناطق في الوجه اللي بغيتي تنقصيها مثلا كيكون عندها الخدود مثلا حتى هما كتبغي تنقص منهم يمكن تخدم في الخدود وتخدم في الدقن المزدوج فوالا كتخدميها وكتخدميها بماساج ما شاء الله دايره 350 درهم يعني
هاد لا مارك راه معروفه البنات اللي كيستعملوا هاد لا مارك هادي. نجيو هنا هذا كيغاستاز مخ دي فهمتي غام ديال الشامبو راه معروفه الدريات راه كلشي كيعرفها هادي فهمتي فيها الشامبو ابري شامبو وفيها لو ماسك كل وحده وشنو كتبغي ما شاء الله. هادو دي ماكيون فهمتي كاين هنا ديال ديرمين غاردي هادي معروفه غنيه على التعريف نيفيا كلهم معروفين. الاثمنه ديالهم كتختلف مثلا عطيني على حسب الحجم 35 بحال هادي 35 درهم هادي حتى هي 35 نيفيا 50 درهم 400 ميل هادي 35 درهم 400 ميل حتى هويا يعني اي لي مارك كلهم اللي كتعرفوهم راهم كاينين. هادي فهمتي مارك فرونسيز هاد الفيغا هادي ما تلقاوهاش من غير هنا بيفاس هذا فهمتي ليكيد كيغاتين حتى هو كيترش بحال المنتوج اللي هضرنا عليه قبيله شعر سبراي ديال الشعر حتى هو كيترش فهمتي سون غانساج ما كيعاودش يتغسلي شعرك كديري صافي ومن بعد كتصاوبي شعرك. هادي لا غام لو تروجينا فيها هذا لوسيون هذا الكريم لي ديال اللحم في جوج دلوان يعني في جوج ديال هذا كركوما موس نيتوايون ديال الوجه داير 70 درهم تعطي الرغوة هذا موس هادي كديريها كديريها على وجهك هادي كتنقي وكتعطي النضارة للبشرة وكتحيد الشوائب من البشرة. هادي انتي بريونس الدريات اللي عندهم بشرة دهنية هادي انتي بوتون الناس اللي عندهم لي بوان نوار لي بوطون والحبوب انتي بوان نوار هذا لوسيون كتمسح بيه هذا الكريم ديالو كريم نيطوايون ديالو هادي غارني حتى هي كتحيد الشوائب من البشره غسول ديال الوجه هادو غسول ديال الوجه غوماج كلها لا غام نيتروجين راه معروفه غنيه عن التعريف وحتى الحاجه اللي ما شفتوهاش هنايا بحال دابا انا سولتك على جين نيتوايون ديال نيتروجين قلتي لي غادي يكون يعني ما بقاش حيت انا هو باش كنغسل وجهي غادي نجيبو ان شاء الله غير لاي واحد بغا شي حاجه ناخذو من اسواق المتاجر الكبرى راه معروفين فين ولكن هنا منين قارنت الثمن ناقص وحتى هذاك العبار زايد هنا زايد مثلا بحال نعطيوهم بحال لي شامبو مثلا بحال في السيف كتلقاي عندنا هنايا في المغرب كتلقاي 250 ميل 250 وقليل فين كتلقاي 290 عندنا 290 يعني العبار زايد العبار اللي كتلقاي عندنا في المغرب كتلقاي هذا 250 ميل دابا هنايا عندنا 290 وكيكون نفس الثمن 30 درهم داير هذا 30 درهم كاين شامبون كاين شامبون وكاين ديميلور ديالو ابري كاين لي ماسك ديالهم راهما كاينين الفوق لي ماسك ديالهم ديال لا غام اسف كاين ديال الترادو وكاين حتى الشامبوان ديال الترادو يعني ها نتوما هالشامبوان كاين شنو اخر المهم هادو لي شامبوان كلشي هنايا هذاك شنو هو الشامبوان ولا الجيل ديالو هذا هيدو شولدرز هذا ابري شامبوان هذا ابري شامبوان هذا ابري شامبوان زيرو بارابين هذا الشامبوان هيدو شولدرز الثمن ديالهم هذا ابري شامبوان هذا داير الشامبوان داير 30 درهم هذا 50 درهم 50 درهم الدريات اللي بغاو شي حاجه مرحبا بهم راه تواصلوا غير مع الرقم اللي في الشاشه راه ديال كلتوم ديال فوزيه هي غتعطيكم ان شاء الله اي برودوي بغيتو تهضر لكم عليه اكثر دابا حنا تنحاولوا المهم نبينوا لكم شنو اللي كاين في المحل وبالنسبه للبنات اللي كيتقداو هاد لي برودوي غيعرفوا الفرق ديال الاثمنه يعني لي شامبوان كاينين حتى هاد لي مارك هادو حتى هما كاينين شفتوا هادو حتى هما كاينين هاد لي جيل دوش هادو خديت منهم زوينين نهار اللي كنت جيت باش نتعرف على المحل تقضيت منهم صراحه زوين وكتحسي بانتعاش وحتى الرطوبيه كيخلي الجسم رطب ما شاء الله هادو خدينا 30 درهم ياك باش انا خديت 30 درهم وعندنا العبار الكبير ديالهم داير 60 درهم هذا داير 55 درهم 55 هادو دايرين 40 درهم عطينا واحد نوريه لهم عن قرب عطيني هذاك اللي بحال اللي خديت هانتوما راه فيه نيت العلامه ديال فرنسا شفتو هانتوما ملي كتشوفي مثلا هنا الفريز فعلا ريحه الفريز يعني داك بحال كتشمي الروح ديال الفريز بحال كتاكلي الكلاص ديال الفريز شفتو هادو دايرين 55
وهادو 30 25 هادو الكوماج هادو كوماج اللي داير 30 درهم هادوك البشره الجسم شحال دايرين هاد الكوماج الكوماج دايرين 30 درهم هادو هاد اللي داير 25 درهم ريحتو كيف ما كتشوفوا العطر ديالو راه هي واعر 25 و 30 درهم عندنا بزاف ديال كاين هذاك الكراميل ريحته واعره كاين ديال الموز كاين ديال شفتوا ما شاء الله ها نتوما فنين هادو واعرين حتى هما فيهم لي زودور زوينين بزاف فيهم العطور زوينه كاين زوينه كاينين لي جيل دوش وكاينين لي شامبوان هذا شامبوان وهذا جيل دوش هادو كبارين شامبوان الشعر وهذا جيل دوش جيل دوش وعندكم حتى فيهم العبارات الكبار هاد جيل دوش لا ولا فيه غير هاد العبار كاين غير سالا ولينا فهمتي هادو كيتمشاو بزاف عفوا عفوا كيمشيو شويه شفتهم وكاين مارسيل مارسيل بيتي مارسيل هذا كريم كاين كريم خديت منه زوين وكتشمي فيه واحد الريحه والبنات اللي كنقول لكم خديت منه كنبغي باش نجرب حيت النهار اللي جيت خديت شي حوايج قلت نجرب عاد نصور لكم فعلا خديت حتى واحد بعض الماسكات صراحه كاين حتى ديال البنيتات وخديت حتى ديال الفحم درته لبنتي مع انا بشرتي حساسه يعني كاين فرق قالت لي ماما فعلا بشرتي رطبه وعطات ديك النضاره دابا نوريهم لهم ان شاء الله هذا هذا خديت هذا باش نجربو انت كديري في وجهك هو كيعطيك واحد الرغوه ومنين حيداته عطاها واحد النضاره واحد الملمس رطاب في وجهها هذا حتى هو زوين ممكن نقز لكم بحاجه لحاجه قلنا كاين الحليب حتى هو كيف ما قلت لكم زوين وكتحسي بهذيك الرطوبيه ماشي داك الحليب اللي غير كينشف كي يعني واخا ملي كتفوت الوقيته كتبقى البلاصه رطبه وكتحسي بحال واحد اللمعه فيه 30 درهم ياك 30 غير داير 30 درهم والكبير داير 40 درهم وفيه حتى هو جيل دوش فيه الكبارين وفيه الصغار هادو الصغار وكاينين الكبار الصغار ديالهم شحال الصغار ديالهم دايرين 20 درهم الكبار ديالهم دايرين 35 درهم 35 درهم حتى هما معروفين ما شاء الله وغنرجع بكم هنا وبانت لي واحد لاكام هنا فيها بيبي هادي شنو هي هادي اورياج بيبي هي فرنسيه فيها شامبوان فيها حليب ياك شنو فيها اخر فيها شامبوان فيها حليب فيها البوم فهمتي فيها الكريم فيها جيل نيتوايون وفيها هادو القراعي الكبار على حساب باش يديو ليكم على حساب وليداتكم ياك القراعه الكبيره دايره 150 درهم هادي شفتوا دايره 150 درهم كاينين هنا عاوتاني هادو حتى هما انواع من انواع ديال هادو اللي جال دوش هادو معروفين وكاينه هاد لامارك هادي قلتي لي هادي فرنسيه هادي زعما اييه هادي معروفه فيها لي جيل دوش وفيها لي ديودورون فيها الصغار وفيها الكبار فيها حتى لي ديودورون ديالها شفتو يعني تبارك الله كاينين منتوجات كثارين هاد مارسيل هادي شنو هما هاد الشامبوان هادو البيتي مارسيل هادو دي شامبوان وكاينين لي ماسك ديالهم حتى هما هما لي ماسك ديالهم هما هادو راهم ها هما شتو كاين لا لابري شامبوان ديالهم وكاين كلشي ما شاء الله ها هما لي ماسك ديالهم شتو يعني كاينين بزاف ديال المنتوجات كيف ما قالت لي فوزية قالت لي الا جينا كاينين حتى الصباغات ديال الشعر حتى هما كاينين لي مارك لي معروفين وكاينين لي ما معروفينش ديال فرنسا حتى هما كاينين لي برودوي ها نتوما شوفوا معايا يعني ما شاء الله كاين ما يدار اي حاجه بغيتوها غير تواصلوا اي برودوي بغيتو غير تواصلوا مع الرقم اللي في الشاشه العشاق حتى هما فا يعني ما شاء الله فيها نسائيه وفيها رجاليه ها نتوما كاينين حتى هذوك الغسول باش كنشلوا فمنا حتى هما كاينين فيهم بزاف ديال لي مارك وكيكونوا زوينين هذو اللي كيكونوا على برا ها نتوما كاينين هذو ديال الحسانه ديال الرجال حتى هما يعني كلشي شنو كاين اخر هاد لا مارك قلتي لي ديال الرجال كتكون فيها شامبوان كيكون فيها جيل دوش هادي لا مارك سيان هادي معروفه فهمتي الماركه الفرنسيه فيها شامبوان فيها جيل دوش وفيها لي ديودورون ديالها حتى هما ديال الرجال ما شاء الله هادي اكس اكس معروفه اييه جيل دوش ديالها كاين لي فيكساسيون ديال الشعر طافت اون مارك لي معروفه ديال الشعر ديال فيكساسيون اللي كيقولوا الوليدات كيديروا لنا التشويكه التشويكه ديال التشويكه اييه التشويكه كاين ديودورون هما هادو ديال لوريال اوم هما هادوك اللي فوق هاد شويه 48 ساعه
كاين الثمن ديالهم هادو دايرين 45 درهم 45 درهم كاينين لي جيل دوش ديال نيفيا سي بوغ هوم هما ولي جيل دو غون ديال اديداس هادو ديال الرجال هادو ديال دو غون ديال الرجال جيلات راه ما عرفتش عليك فهمتي ابخي غازا ديال مصغر ديال الغازاج وهنايا كاينين حتى هاد المهم هنا كاين كلشي هادو مثلا ديال الرجلين ياك هذا كريم ديال الرجلين كاين هذا كريم ديال الرجلين تقدري ديريه لرجليك دهني به رجليك ومن بعد كديري هاد التقيشرات هادو كتلبسيهم كدهني رجلك بهذا وعاد كتلبسي هاد التقيشرات عاد كتحكيهم لا ما كتحكيهمش هذا يعني انت كتحكي بعدا حكي رجلك تنقيهم عاد دهنيهم بهاد الكريم كتلبسي لهم هاد التقيشرات هادو كتخليهم ثلث ساعه ثلث ساعه كيعطيوك نتيجه زوينه كتخلي رجليك كتولي كتحيد منهم ديك لابوموخ ديك البشره الميته ولا ديك الجلده الميته البشره الميته صافي وهادو كيعاودو تسمتي غير يوتيليزابل كيعاودو تستعملو فهمتي مره اخرى قلت ملي كتبغي تغسليهم كتغسليهم اسيك فهمتي غير عاديين غير بالماء كتغسلو بالماء كاين هذا وكاين هذا المقشر هذا ديال الرجلين فوزيه جبدي لينا شنو عندك في قاع الخابيه هذا مقشر هذا غيكون كتستعمل واحد هذا ولا استعمال واحد استعمال واحد هذا كديريه كتخليه ساعتين في رجليك من بعد كتمسحي رجليك صافي وكتلبسي التقيشرات ديالك وكتخليه من بعد اسبوع كاع القشره الميته كتحيد تتكملي اسبوع عاد كتبقى تعطيك النتيجه هو كاين اللي 4 ايام كاين اللي 5 ايام على حسب كل واحد ورجليه كتبغي تقدري تغسلي رجليك الا كنتي بغيتي توضاي صافي ومن بعد كتمشي كاع البشره كاع القشره كتحيد ما شاء الله شحال الثمن ديال هذا داير 50 درهم 50 درهم هذا داير 45 وهذا هادوك دايرين 60 درهم 60 درهم عندنا هنا حتى هاد معجون الاسنان حتى هما عندنا شي حاجه زوينه كما قلتي ليا عندنا هاد الشكل هذا شوفوا معايا سينيال هادو كلهم لي مارك ديال فرنسا ولا مستوردين شتو شحال تيمشيو هادو هادو هاد ديتوكس داير 30 درهم هادو 25 درهم هاد اكوا فريش داير 16 درهم كابخي كل واحد وثمن كل حاجه والثمن ديالها كل واحد والثمن ديالها ما شاء الله وعندنا هنايا ليكرون هادو هادو دي زومبر سولاي هادو لومبر سولاي ديال البحر هذا كيجي على شكل بخاخ ياك هذا كيجي على شكل بخاخ هكا يعني زائد 50 وقايه زائد 50 هذا كيكون زوين بصراحه تيكون حتى الوليدات مزيان عندنا هذا الشكل هذا شحال تيدير مثلا هذا الشكل هذا هذاك داير 80 درهم 80 درهم كاين هذا الشكل هذا لوريال حتى هي 80 كاين هذا الشكل هذا لوريال حتى هو هذا شكل كريم وهذا شكل بحال زيت كيكون ياك كاين هذا الشكل كاين هذا 65 هذا ايكرون هذاك ايكرون سولير كاين ايكرون كاين لومبر ما شاء الله يعني اللي بغى ليكرون راه كاين واللي بغى لومبر راه كاين كاين هذا نيفيا معروف 80 درهم كاين هذا حتى هو تيكون على شكل ايكرون هذا الوليدات هذا هذا كيف هذا ديال الدراري الصغار شحال تيمشي هذا ندير له 100 درهم 100 درهم ما شاء الله كاين هذا حتى هو كيمشي على شكل اش هذا زيت ولا ايكرون لا هذاك اومبر هذاك لا شنو هذا اومبر سبراي هذا سبراي اومبر هذا الثمن ديالو ما فيهش الثمن 90 درهم 90 درهم ما شاء الله اثمنه زوينه في لومبر سولاي صراحه شتو المهم الشكيلات اللي معروفين راهم كاينين ما شاء الله واللي ما معروفينش كذلك حتى هما متوفرين بالنسبه هنايا بان ليا هاد الفحم ديال الاسنان مع حاطينه مع هنا مع معجون الاسنان شحال تيدير هذا هذا كيدير 35 35 درهم هذا كيكون داك الفاخر باش كنحكو هذا الفاخر باش كنحكو باش كنحكو ديري هذا وغادي تبري هذا وتزيد الاوغانفي وسالينا الدريات كياخذوه بزاف هذا معروف هذا الدريات كياخذوه بزاف اصلا بقى عندنا غير واحد ولكن غادي يجي غادي يجي 30 درهم هذا معروف هذا ما شاء الله هذا حتى هو معجون الاسنان بالفحم ياك بالفحم 30 درهم غادي يكون ان شاء الله هذا البنات اللي كيقلبوا عليه راه كاين عندهم كاين عاوتاني هذا المنتو هذا شفناه هذا لا لا ما شفناش هذا هذا هو الثمن ديالو هذا كاين 30 كاين 35 كاين 30 كاين 35 كاين هنايا هادو شنو هما هاد لي كريم هادو كريم ديال انتي اج يعني التجاعيد التقدم في السن كنقولوا
كاينين هاد لي مارك كاملين هنايا وكل حاجه اللي كتصلح. كاينه دياديرمين، هادي مارك ليفيا، هادي لا مارك نوتروجينا، هادي لوريال اونتي اج، كاين جوغ كاين نوي. هادو كلهم فيهم ديال الليل وديال النهار. كاينين ديال الليل وكاين ديال النهار. بحال هنا 85 90 85 لوريال حتى هي 90 وكاين حتى لوريال عاوتاني، هادي حتى هي شنو هادو حتى هما هادو كلهم كلهم هادو ضد التجاعيد. كيعطيو لنا دار البشره ما شاء الله. وهادو الصغار حتى هما نفس الشيء، هادو فيشي جيل ديال الوجه، جيل باش كيتغسل الوجه هو جيل كدهني به وجهك، كدهني به عاد كدير بحال كيقشر مقشر نقولوا كدهنيه كتخليه هاد نيفيا واش كريم ايدغاتون حتى هي مرطب ما شاء الله. شنو هذا اللي فيه الحلزون؟ كريم الحلزون، كاين فيه الكبير والصغير. هنا نوتروجين هذا غارني، هادو كلهم دي كريم ديال الوجه، هذا ديال العسل فهمتي ديال النهار، هذا كريم دو جوغ، هذا ديال لوريال، هذا تا هو ضد التجاعيد كيدار تحت العين بالنسبه للدريات اللي كيدار في السن اللي من بين من 30 حتى 35 سنه، يعني كنحافظوا باش ما يكونش عندنا دوك التجاعيد تحت العين الرقيقه. هذا كريم جوغ ديال نيفيا، هادو تا هو ديال دياديرمين ديال الوجه، هادو دي سيروم ديال الوجه تا همايا ضد التجاعيد كلهم، هادو هذا حتى هو، هادو كلهم الدريات بالنسبه للدريات اللي عارفين عارفينهم ما شاء الله، هادو فهمتي منتوجات ديال الوجه. هذا اوردينوري معروف، داير ضجه دابا في المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي ديال البيلينغ، هذا يعني باش نعطيو الناس اللي ما تيعرفوش باش نفيدوهم يستعملوه حتى هما. هذا مقشر للوجه كاين ندهنوه وكيقشر لينا كيحيد لنا القشر. هذا كديريه جوج المرات في الاسبوع، كتخليه 10 دقائق في الوجه ديالك ومن بعد كتغسلي وجهك، وكيبقى كتبقاي كديريه مره واحده في جوج مرات في الاسبوع، وكتبقاي تبعيه من واحد الشهر شهرين بحال هكذاك كيبدا يتقشر لك الوجه على حسب كل واحد والبشره ديالو. مثلا بحال العيالات اللي عندهم الكلاف، بحال اللي عندهم ديك الكحوليه ديال الشمس، يعني مع الاستعمالات ديال جوج مرات في الاسبوع كيبقى كيتقشر الوجه شويه بشويه. غير هو من ضروري خصك ديري الحمايه دابا لان الصيف خصك ضروري ديري ليكرون، تبعي ضروري ليكرون. يعني تخدمي بالليل ديري في الليل وتغسلي وجهك في الصباح مزيان وديري ليكرون ديالك وتخرجي. تبارك الله. ديالو الثمن ديالو 150 درهم. 150 درهم الثمن هو اللي مهم، 150 درهم. كاين البيلينغ، كاين هذا البيلينغ، وكاين لاسي ديالو غونيك، كاين هذا حتى هويا نفس لامارك. غليكوليك هذا حتى هو، هذا الغليكوليك اسيد. شنو الدور ديالو؟ لوسيون هذا حتى هو كيتمسح به البشره، ان تونيفيون ديال فهمتي بوغ فيزاج، حتى هو كيتمسح به الوجه كينقي البشره وكيصفيها. ما شاء الله، اي بشره ممكن تستعمل هذا البرودوي؟ حساسه غير حساسه مثلا المختلطه؟ البشره المختلطه كتستعمل اي بشره كتقدري ديري لها هذا، على حسب الا كان شي واحد اللي عنده لابو سونسيبل يقدر يجربو في يديه بحال هكذايا، يجرب عادي يدير على وجهه. الا فهمتي الا حرقاته ولا شي حاجه يحبس، على حسب كل واحد والبشره ديالو. تبارك الله عليك، شكرا على المعلومه. شنو باقي هنايا؟ هادو كاينين دي زيوت ديال سيفورا، هذا الزيت ديال الحشيش للشعر، هذا الزيت ديال كوكو. هادو باش كنزيتو شعرنا عادي حتى الوجه، الوجه والشعر ولا الجسم. هادو فيزاج كوكو شوفو، هادو دي سبراي ديال فيكتوريا سيكريت، راه فهمتي يعني ماركة غنية على التعريف. جيل هادو سيفورا شنو هما؟ جيل دوش، هادو سيفورا جيل دوش. هذا بيبي كريم، بيبي كريم ديال غارني، ديال غارني. هادي لالاك لوريال صغيرة، الحجم الصغير وكاين حتى الحجم الكبير، حتى هو متوفر عندكم. وواحد الحاجه اللي كنت ديك السيده كانت شكراتها منين كنت، هي هذا بالنسبه للناس، هاد فازلين هذا بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا شلايفهم كيتقشروا كينشفوا بزاف، هذا زوين والثمن ديالو 20 درهم. شفتوا هاد الفازلين هذا، شكرات واحد السيده حتى هو زوين. وكاينه جيل لويفيرا، هذا حتى هو بزاف يعني مطلوب، وكتقلب الناس على الاوريجينال ديالو لان كاين في السوق ولكن قليل فين كتلقاي الاصلي.
ديالو ياك كتلقاه ولكن ما كتلقايش 100% ما كتلقايش الاصلي ديالو. 92% ديال لالويفيغ 92% ديال لالويفيغ 50 درهم جيل لالويفيغ هذا كيقلبوا عليه البنات بزاف. وعندنا هنايا الكريمات هذا ديال نيفيا هكا، وكنعرفوا بان كاين فرق في الكريم اللي كناخذوه هنا والكريم اللي كناخذوا اللي مثلا الناس اللي تيجيو من الخارج كيخليو لينا شويه يا في حليب يا في شامبوان اللي كتعاودي تشري ما كتلقايش نفس الجوده نفس العطر ولا نفس الرطوبيه في الحليب الى اخره. بحال هاد نيفيا شحال تيديروا هادو؟ هادو دايرين 15 درهم. 15 درهم لا غلا على مسكين كلشي يستافد. كاينين برودويات بزاف واخا هادو دي سيروم ديال الشعر. هذا سيروم بروفيسيونيل هذا ديال الاحترافيين كنقولوا المحترفين كيدير 120 درهم لا مارك. هذا فولار حتى هويا ديال زيت العود. كاينين هادو سيروم ايطاليان ديال كاين ديال كولاجين ديال بروتيين ديال زيت ارغان. السيروم تندهنوا شعرنا هو فازق هذا هو الدور ديالو. هادو دايرين 50 درهم هذا قلنا 120 واخا كملوا. هذا حتى هو سيروم 70 درهم. السيروم هادو ديال الشعر ما شاء الله هادو كلهم سيروم ديال الشعر. هذا ديال الرجال هذا كي فهمتي كي كينوض الشعر في الشعر في الشعر كينوض الشعر. هذا زيت يقدروا يديروا حتى النساء لا نساء ورجال نساء ورجال. ها هو شحال الثمن ديالو؟ 90 درهم 90 درهم بالنسبه للناس اللي عندهم خويات في روسهم لا رجال ولا عيالات. هذا مزيان ليهم هادو حتى هما تيمشيو هادو راه معروفين السيروم الزيوت ديال الشعر. هذا إلسيف هذا شامبون بروفيسيونيل لوريال تبارك الله. هذا راه غيغسله ولا جوج غسلات بارك عليك غادي يقوى لك الشعر ان شاء الله. شنو هما هادو؟ هادو ديال لا دوش هادو كيداروا في البينوار كيكون دوك الحبيبات لا صافي كديرهم في البينوار فحال هكا كي فهمتي كيطلقوا لك تفصيل ولكن هذاك ديال البينوار باش كيعطيوك فهمتي كيعطيك الناس اللي كيبغيو فهمتي كيكونوا فهمتي الدراري الصغار ولا الناس اللي كيبغيو يفرحوا فشي كيكون شي انيفيرسير ولا شي حاجه الناس كيبغيو يفرحوا. ما شاء الله عندكم عاوتاني كتجيبوا حتى هذا الشيء مثلا كل ما يتعلق بهاد الالات حيت عندكم بحال دابا هذه شيته ديال السنان كهربائيه كاينين هاد الستيلات ديال الحجر هادو ديال الحجر عرفت كاين هاد الشكل هذا شحال تيديروا هادو؟ هادي داير 70 درهم الثمن زوين وفيها جوج كتبدل الراس كاين الراس ديال كيتبدل الراس وكاين هادو سامبل هكا حتى هي 70 درهم كيكون فيها غير راس واحد. كاينين لي ماسك دابا نوريو ان شاء الله كاع الشكيلات اللي عندكم. شفت هنا حتى هاد هذا باش كتنقي ظفارك مثلا من الاحسن يكون عندك ديالك تاغي تمشي للصالون تديه معاك ديالك اييه تيدير 60 درهم. شنو هذا؟ هذاك كيحيد فهمتي كل اللي كيكون عنده الزغب هنايا ولا هذا كتحسن ديك كتحسن ديك البلاصه. هذا تا هو يمشي رجال ويمشي عيالات. عندكم حتى العطور تا هما كاينين عندكم العطور الشرقيه وعندكم العطور الاوروبيه ياك كلشي كاين. شنو نشوفوا دابا العطور ان شاء الله ولا نشوفوا لي ماسك ونشوفوا لي برودوي سير ديروا لي ماسك على كثر. هانتوما هنايا كتاخذي بحال هادو كيكونوا هكا شونتيو باش كتاخذي على تجربي بعدا على البشره ديالك. وكاينين الكبارين كاينين هنايا حتى هادوكم شونتيو مثلا لي كرون لي كريم باش تقدري تجربي. كاين حتى العكار حتى هو كاين شفتوا هادو كتجربوا بهم. غنوريكم هنايا لي ماسك هادو كلهم لي ماسك كل حاجه واش كتليق. كاينين ديال الرجلين كاينين ديال الايدين كاينين ديال الوجه. انا راني واقفه بالمقلوبه ندور لكم ونبداو. ما شاء الله هادشي كتير هنايا هاد لي ماسك هادو كل حاجه واش كتليق كل وحده والبشره ديالها. مثلا البشره اللي كيكونوا فيها لي بوان نوار بزاف واللي كيكون فيها حتى الحبو شنو هما لي ماسك اللي يليقوا لها مثلا؟ هادو اكثريه هادو يعني لي ماسك كيمشيو مع جميع انواع البشره هادو يعني البشره الحساسه تقدري ديريهم وهادو اكثريه كيديهم بنيتات صغيورين. اييه نخلي كنت خليت هذيك الماركه لبنتي. هادو دي ماسك هادو كاينين هنايا هادو ديال الفم واخا نجبدوهم نشوفوهم كيجيو على هذا الشكل كيتحطوا هكا على الفم لا ياك بحال هكا كيتحطوا هكا بحال كتقومي شويه
تيديروا 20 درهم. كاينين هادو ديال الفم، كاينين هادو ديال الوجه، هادو لاش كيليق هذا مثلا، هذا جاني بحال شي حاجه ذهبي جولد شفتوا. اييه كاين هذا حتى هو، كاين هنا شوفوا عندنا بزاف ديال، كاين حتى ديال الرجلين، كاينين ديال الايدين حتى هما ياك نتوما ان شاء الله. كاينين هادو اللي كيكونوا تحت العين، شنو الدور ديال هادو تيحيدوا دوك لي سيرم ما شاء الله. هادو شنو هما مثلا بحال هاد المنتوج؟ هذا كريم ديكولورونت، هذا الناس اللي كيبغيو يديروا التشقير للشعر، لا الحجبان، الحجبان ولا اللي كيديروا اه ها فهمت بحال ديكاباج. اييه فوالا، غير هذا عاوتاني شي حاجه زوينه ماشي اي هادو البشره الحساسه جبدوا، حيت هذا بزاف ديال السيدات تيختو البنات اللي ما تيحيدوش حجبانهم تيبغيو يديروا التشقير. انا عرفت بزاف البنات غيحتاجوا هذا فحال داك الديكاباج اللي كنقولوا حنا اللي كنديروا به التشقير. هذا برودوي زوين، برودوي فرنسي شفتوا، يعني كيتخلط وكتشقري به مثلا دوفي، ولا كتشقري به مثلا جيت حجبانك. هو هذا الثمن ديالو هذا داير 40 درهم وما فيهش الامونياك، سون امونياك. اه 40 درهم، 40 درهم يعني هذا صحي اكثر، صحي اكثر ما شاء الله. هنا عاوتاني واحد الكريمات سولتهم عليها، قالت لي هذا كريم ديال فيتامين سي، شنو زعما الفوائد ديالو على البشره؟ فيتامين سي راه منتوج كيغذي، فهمتي كيغذي البشره وكيعطي اللمعه للبشره ما شاء الله. قلت لي هذا منتوجات المانيا، منتوجات المانيا كريستيان ماتيرن راه معروفه. كاين هذا فيتامين سي، كاين هذا بلاك اوركيد ديال ضد كريم ضد التجاعيد، التجاعيد كاين هذا حتى هويا ديال كريم اوفر نايت كيدار بالليل، هذا سكين رينوفونت هذا كيحيي البشره كيعطي ديك النضاره ما شاء الله. بالنسبه للاثمنه واش هما كل واحد 200 ولا كل هادو دايرين 200 درهم؟ 200 درهم هادو دايرين 200 درهم. بالنسبه للبنات اللي كتقلب على الكريم ديال الفيتامين سي راه هما هادو، هادو صنع الماني. هاد لا مارك هادي حتى هي فيلوغارا معروفه اونتي اج، يعني ضد التجاعيد. غنيه عن التعريف هاد لا مارك هادي، شحال تيدير هاد لا كام هادي مادام غنيه عن التعريف؟ هادي دايره 250 درهم. 250 شنو فيها؟ فيها فيها الكريم، اييه فيها لو ماسك، فيها هذا ديال لي زيو ديال العينين ديال تحت العين، ودي ماكيون وباش كنمسحوا الماكياج ديالنا. باش كتمسحي الماكياج. هادي 250 وكاينه واقيله واحده اخرى، شنو هادي؟ كاينه هادي وكاينه حتى هي ديال نفس لا مارك. نفس لا مارك ما شاء الله. انتوما راه كنهضروا دائما على شي حاجه مزيانه. كاينين حتى هادو هاد اش كنقول لهم يا ربي تبتنا على الشهاده، هادو العكار والمستحضرات التجميل ما خصكم عداش بهادشي. عندنا هنايا هاد لي مارك ديال الفوندو اجين هنا، كنا غنمشيو للعطور انا فين جيت عاوتاني. هادو لوريال الحاجه المزيانه دايرين 150، كيمشي كل لون على حساب اللون ديال البشره ديال السيده ياك. نتوما كاين لوريال وكاين مايبيلين، مايبيلين هي حتى هي ماركه معروفه شفتوا. هادو شي حاجه حتى هما زوينين. العكار حتى هما عندنا بزاف ديال كاين بزاف ديال الانواع ما شاء الله. كاينين لي ماسكارا، لي ماسكارا شنو هما لي مارك اللي عندكم؟ حيت الماسكارا يعني كيكونوا البنات بزاف كيقلبوا على دوك لي مارك اللي معروفين. كاينه مايبيلين وكاينه لوريال وكاينه بورجوا، وكلهم فهمتي فهمتي كلهم اوريجينال. مثلا اللي بغى شنو كتسمى ديك كيكو، كيكو كيكو نقدروا نلقاوها عندكم في ريسيل مثلا؟ كانت عندنا غير ما بقاتش، غادي تعاود تجي. ولكن اللي بغاها تجيبوها لي. كلشي اي حاجه، اي منتوج بغاو راه اي منتوج بغاو تجيبوا ليهم. مرحبا ياك، عطينا صوتك باش يعرفوك المتابعين حتى هما، باش اللي بغات شي حاجه مرحبا بكم. مرحبا بكم، عندنا برودوي ديالنا كلشي ديال ديال فرنسا اوريجينال اوثنتيك، واللي بغى شي حاجه شي كوموند سبيسيال نجيبو لي با دو بروبليم. الله يعطيك الخير، شكرا شكرا. ها انتم شخصيا باش تعرفوا بان من الهضره ديالو راه فرنسي 100%. الله يعطيك الخير. يعني اي برودوي بغيتو في هاد المستحضرات التجميل، العكوره، الريسيلات، راهم كاينين. حيت هنا ما نقدرش نقول لكم شنو كاين حيت ما تنعرفش ليهم ما كان. انت كاينين لي غلوس هنايا ديال سيفورا، هادو دي غلوس ديال مايبيلين لوريال. شحال تيديروا هاد لي غلوس هادو مثلا سيفورا؟ سيفورا هادو دايرين 60 درهم. 60 درهم ما شاء الله. وهنا عندنا التيستور ديال العكوره ابتداء من 10 دراهم.
هاد 10 دراهم. المهم كاين هنا كاين حتى لي فون دو تان، وهاد شنو هادو اللي كيديروا فوق لي فارا بوبيير، وكاين حتى البودغ اللي كيديروا على وجههم حتى هو كاين. كاين شنو من لي مارك اللي عندكم؟ كاين كلشي عندنا، يعني كاين لوريال ومايبيلين. وبالنسبه للاثمنه شنو هما الاثمنه؟ الاثمنه ديالها شنو شريت مثلا؟ بحال لي مارك بحال دابا هذا 100 درهم، هذا ديال 100 درهم، 100 درهم هو اللي مكتوبه فيه. فون دو تان ديال لوريال، فون دو تان كاينين ها نتوما، هذا العكار كيجي على هكا هاد الشكل. هذا الثمن ديالهم، هذه كتمشي هكا باك بواط ب 100 درهم، والواحد داير 20 درهم. الباكيه 100 درهم والواحد 20 درهم، 20 درهم الواحد، 20 درهم. تبارك الله عليك. كاينين حتى الضفار، كاينين الشفار، المهم ما شاء الله. هادو كنا دوزنا في الاول، هادو حتى هما تابعين ليهم، هادو لي اخ بي تابعين لهذوك اللي شفنا في الاول. نتوما شفتو هادو ديسمخاي ديال لي لانج، ديال الحوايج، ديال الحوايج. المهم الريحه اللي رشيتي لي دابا عطات المفعول ديالها، دابا نقدر نهضر عليها حيت كان رش لي هنا واحد النوع ديال الريحه كيكو. لي تيستور هادو شفتو لي تيستور المزيانين اوريجينال قلتي اوريجينال هادو ياك. هادو فيهم روايح نسائيه وروايح رجاليه. انا رش لي هادي فعلا ريحتها زوينه كيكو. شتو شحال تيمشيو هادو؟ هادو كيمشيو 80 درهم. 80 درهم عندنا هنايا هانتوما لي مارك اللي كاينين، باش اللي بغات شي حاجه دير ليها سكرين. ريحتهم زوينه وكيكونوا هادو هكا خفاف ديرهم في صاكك. كاين رجال وكاين نساء لاكوست مثلا الرجاليين، وكاين هادو حتى هما رجاليين 65 درهم. هادو ابخي غازاج، هادو هادو ديال ملي كنحسنوا، يعني تيحسنوا الرجال تيدهنوا بهم وجههم. وهادو دي بارفا، هادو روايح اديداس حتى هما ديال الرجال، حتى هما ديال الرجال. عندنا هنايا لي مارك اخرين ديال الروايح، كل حاجه والثمن ديالها. هادو دي بارفان كيمشيو بحال هكا، شي حد لا بغا يدي شي كادو، شي كادو شي هديه، فهمتي؟ كيجي ديكوراسيون زوين او ميم طون كتكون فيهم ريحه زوينه ما شاء الله. شنو اخر باقي؟ هانتوما كاينين هادو لي بارفان هنايا، وكنظن واقيلا هنا كاينه الريحه وكاينه الديودورون ديالها. لا كيجيو جوج، لا هنايا كوفخي، هذا كوفخي كيمشي ريحه وديودورون ديالو. دايرين شحال هنا؟ هادوك دايرين 800 درهم، 800 درهم، 800 درهم. حتى لهنا هادو كلهم روايح رجاليه، ومن هنايا كاينين هادو تيستور. اي حاجه بغيتوها غير ديروا لها سكرين وتواصلوا مع الرقم اللي في الشاشه يعطيكم توضيحات اكثر. وكاينين عاوتاني ماركات اخرين، زومي ليكوتور شرقيه ان شاء الله. ان شاء الله كاينين هادو حتى هما لي بارفان هادو ديال زارا. شحال تيمشيو هادو؟ هادو كل حاجه والثمن ديالها على حسب كل واحد وشنو بغا، كل حاجه والذوق ديالو شنو تيعجبو. كاينين حتى بالنسبه لهادو ديال الشعر، مصفف الشعر ولا كيفاش البريسات ولا شنو كيقولوا لهم، ياك هي هذيك حتى هما كاينين. وهادو ماركات مزيانين شفتو. نشوفوا شي موديل على القرب جبت لكم. كاينين هادو شوشوارات، كاينين هادو بريسات الشعر، ياك هي هذيك سميتها بريسا. كاينين هادو بالنسبه للناس الرجال، واش كي غازوار. شوفوا الاثمنه ان شاء الله ونشوفوا كل حاجه واش كتخدم. هادو شحال تيمشيو هادو؟ شنو هو كيفاش الاستعمال ديالهم اللي بغى ياخذ مثلا هاد؟ هادو لي طوندوز بروفيسيونيل، لا مارك بابيليس معروفه، هادي لا مارك بابيليس معروفه. صحاب الكوافور ولا ليك، هذيك الشعر كتليق للشعر وحتى للوجه، اي بجوج كيكونوا فيها يمكن كيتبدلوا هاد الريوس هذوك لي صابو. لي صابو يعني حساب الوجه على حساب الشعر. شحال كتمشي هادي؟ 400 درهم. هادي 400 درهم 400. هذا شوشوار، هذا شوشوار بروفيسيونيل، شوف بروفيسيونيل بابيليس مع لي موديل ديالو، يعني كيمشي بحويجات. كاين هذا الشكل هذا الكبير، وكاين هذا الصغير، كاين هذا غير كينشف. هادو سي شارج اون فواياج. هذا الثمن ديالو الصغير والكبير شحال الثمن؟ البروفيسيونيل 10000 اللي 500 درهم. 500 درهم. هادي بروموسيون، هادي خلي لنا 350 درهم. هذا بروموسيون 350 درهم، ياك؟ عندنا هذا شنو هذاك باش كيديروا بابيليز؟ بابيليز ياك. شحال تيمشي هذا؟ وتا هو لا مارك ديالو.
لا مارك كلشي لا مارك بابيليس فهمتي لا مارك ديال لي برودوي كاملين بابيليس. والثمن ديال هذا عندك 300 درهم حتى هو 300 درهم. كاين عاوتاني هادو دي طوندوز هادو هذا يوزاج عندك لي صابو كلهم باينين لنا ملتي يوزاج الريوسه كاملين هما هادي ديال بروفيسيونيل وحتاني ماشي بروفيسيونيل يخدموا بهم يقدروا بهم الغرض يعني ساهلين في الخدمه دغيا كيتستعملهم اي واحد يقدر يستعملهم في الدار هادو تيمشيو غادي يمشي للصالون ولا هذا ما عندوش الوقت اييه كي دغيا فهمتي طوندوز دغيا كيقضي بها غرض وكي هادو تيخدموا بالضو هادو تيخدموا حيت كيخدم بالضو كيخدم بالحجر هادو كيخدموا هادو كيتشارجو الثمن ديالهم 8000 ريال 8000 ريال 400 درهم. مادام انني تنسول البنات قلت لهم شي حاجه يعني كنعرف البنات انهم كيبغيو هذا الشيء اللي يعني شي حاجه اللي كتحيد الشعر كنقولوا مزيد الشعر عندنا هاد لي مارك هادو كاملين هنايا حتى هما فرنسيين عندنا هاد المارك هادي هادي اللي كتجي مثلا بحال هادو اللي تيداروا هكا على حساب البلايص بحال الرجلين كتحكي قلتي لي وكتلصقي كتجبدي هادي لاسيل فخواد لاصاي اللي كتبغي سخونيه هادي كديرها 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 بيديك بحال هكذايا صافي كتلصقها وكتحيدي وكاين هاد الكريم ديالها فهمتي هادي كديري كدهني في البلاصه بغيتي تحيدي من هذا صافي كتخليه 3 دقائق ومن بعد كتحيدي كتكرطي بهذا صافي كتغسليه صافي وهذا بالنسبه يعني كديري حتى لابو سونسيبل البشره الحساسه هاد لا مارك هادي عندنا هادي فيت معروفه هادي حتى هي ديال فرنسا وديال الوجه هادو كيجيو على هاد الشكل حتى هي كتحكيها كتحطها مثلا في الدوفي في بلاصه اللي بغيتي تحيدي منها الوجه كاين هاد الشكل هادي 40 درهم هادي دايره 40 درهم حتى هي وكاين هاد لا مارك هادي حتى هي كتجي في نفس الشيء بحال هكا هانتوما يعني كتجيب بداك لي لانجيت ديالها باش كتمسحي كتجي على هاد الشكل وكاينه هاد لا مارك هادي اللي كدار على المهم انا اللي مضربك هنايا حتى هي كتخدم نفس الشيء شتو استعمال ديالها تي كتحيديها كتحكي وكتجبدي هادو كلهم لي مارك ديال مزيل الشعر وعاد كاين هاد الشكل هذا اللي تيخدم يعني هذا كتحطيه كاين اللي عنده لاباراي ديالو ولا تسخني في الميكرون ولا ديري غير شي كاسرونه حتى كيدوب وكتاخدي المهم راكم عارفين بحال هكا الناس راه عارفين هانتوما راهم كلهم ديال برا والثمن ديالها 50 درهم البنات انا حاولت نوري لكم كل شيء المهم داكشي اللي كنعرف ليه قرب لكم من الاحسن نتوما جيو المحل ان شاء الله تبارك الله راه كاين فيه ما يدار كما قلت لكم اي منتوج بغيتوه لقيتوه في المحل اولا ما لقيتوش راه غادي يجيبوه لكم ان شاء الله سير كوموند شكرا فوزية كانت حشمانه في الاول ولكن صافي دابا ولفتي لا دابا صافي ان شاء الله منين يكونوا منتوجات اخرين غنشاركوهم معكم شكرا لك حتى نتايا شكرا واجي مرحبا بكم حنا محلولين طول الجور 7 جور سور 7 سيمانه كامله سيمانه كامله واللي بغى شي حاجه مرحبا جيو وكل سيمانه كاين حوايج جداد اللي غادي يدخلوا ان شاء الله ان شاء الله اي منتوج بغيتو ولا مثلا كاينين النساء اللي كدير واحد الكريم معين ولا تجيبوا لها غير تعيط لك وتسير كوموند تجيبوا لها ما كاينش مشكل لا ما كاينش مشكل عندنا لي ليفور كنديريات خدامين عندنا لاباج انستغرام اللي كنلوحوا الحوايج ديالنا اي نحطها لهم ان شاء الله سميت لاباج ديالكم بيلو الشوب هي مكتوبه بيلو الشوب بيلو شوب انا غنحطها لكم ان شاء الله تبقى لكم في الشاشه باش تدخلوا الانستغرام باش تشوفوا المنتوجات اكثر كتخدموا على الانستغرام كنخدموا على الانستغرام باش تشوفوا اي منتوج يعني عن قرب وتفهموه اكثر لانني اليوم انا كنحس براسي ما وصلتش مزيان المعلومه ولكن الفيديو الجاي غادي نجي ان شاء الله وغنفلي لكم بياسه بياسه باش نعطيكم توضيح اكثر وبسلامه عليكم ما تنساونيش لايك وفي بارطاج كيف العاده باش الفائده تعم الجميع وبسلامه الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامه بالنسبه للطريق غنحاول نشدها لكم يعني من هنا من الدخله ديال لوطوروت ديال الصخور السوداء يعني انا غندخل على الصخور السوداء يعني جايه من محطه ولاد زيان ماشي جايه من جهه المحمديه ولا عين السبع هنا قاعه تيكيوين معروفه هنايا في الطلعه فين كاينه دوره مذاكره بالنسبه للطرام دوره مذاكره يعني من تما تيجي هذا الطرام هذا تيكيوين بقات على يديا اليسر الدخله ديال لوطوغوت بقات على يديا اليمين الدخله ديال الصخور السوداء انا غدا نيشان بالنسبه للناس اللي غتجي في الطرام تهبط محطه حي الرجاء البنات انا ما تنعرفش النعت ولكن غنحاول انا كنت درت الصوت في الطريق ولكن مع ستوب مع وحده هنا حدا هنايا حاولت انني نعاود في المونتاج غادي نمشي نيشان وما غنزربش الفيديو
كما وريتكم تسولوا غير على قاعه تيكيوين. انا غدا نيشان كاينه هاد ستاسيون هادي هنايا. بالنسبه لمحطه حي الرجاء الناس اللي غادي تجي في الطرام، يعني انا طالعه نيشان ما غاديش ندور هنا، كاين واحد المشتل هنا، مشتل فين كيتباع داك النوار والربيع والغرس الى اخره. ها هو كما كتشوفوا على يدي اليمين هنا كاين بحال هاد اش كيتسمى هذا ساريج ياك، وهذاك المهم كاين هذا هو اللي غادي ندورو عليه ان شاء الله. يعني المحطه هي اللي قبالتي هنايا ديال محطه حي الرجاء في الطراب، انا غادي ندور من هنا على يدي اليمين. بالنسبه لهذا الشارع كنظن هذا هو شارع قوات المساعده، ما عرفتش ما متاكداش 100%. هنا اقامه الزيتونه، المهم هذه البلاصه كنعرفها شويه حي السدري. هنايا اقامه الزيتونه كيف ما كتشوفوا على يدي اليمين. بالنسبه على يدي اليسار من اللور تتبقى حماره، انا غنتم غادي يعني ما غتسولوا هنايا، تسولوا غير على مدرسه اعداديه عبد الملك السعدي، يعني اعداديه عبد الملك السعدي والناس حي السدري والناس بورنازي ودحماره اللي قاريين فيها. غادي نمشي نيشان حتى غادي نلقى واحد القهوه يمكن اطانيا بلاتي نشوفوا واش هي هادي. كاين هنايا هاد انا غادا نيشان درك هنا على يدي اليسار كتبقى اعداديه عبد الملك السعدي، وهنايا هذه هي قهوه اطانيا هي هذه. انا هنا غادي نقص الصوره باش هانتوما شو كاطانيا ماشي اطانيا كاطانيا، يعني غادي ندور على عبد الملك السعدي هي انفاس معايا على يدي اليسار، وكاطانيا هي هذه القهوه انا غندور عليها. شو نحاول باش غادي نمشي ان شاء الله، غادي ندور غير غادي ندور مع قهوه كاطانيا. هانتوما غنلقى واحد السيكليس هنا في في الفيديو مباشره قلت لكم تريسيان كاين سيكليس، وهذا هو المحل. مرحبا والف مرحبا، كل منتجات سيفورا.